بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب. اليوم محاضرتنا لهذا اليوم هي تكملة لمحاضرة الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي أخذنا كيفية توليد High Voltage AC. اليوم نحاول شو نقدر نولد High Voltage Direct Voltage، يعني DC Voltage. طبعا واحد يستفسر، يعني احنا الشبكة مالتنا دائما تتعامل بالتيار المتناوب AC current او AC فولتية المتناوب. ليش نولد فولتية مستمرة؟ طبعا بالاختبارات عندنا هواية من الأجهزة والمعدات هي بحقيقة كعبارة عن متسعة، يكون عندنا كيبل لاختبار بين الموصلات الموجودة به والعوازل اللي تحيط بالموصلات هي باعتبار متسعة. إذا كان عندي تيار متناوب المتسعة احتمال هاي حجمها كيبل طولها أطوال قليلة، مئات الأمتار أو كيلومترات إذا كان يوصل بالمنطقة بعيدة عن الثانية. فبالنتيجة نريد أشحن هذا السعة الموجودة بين الموصلات وال شيلدينج الحماية مال الكيبل، يحتاج إلى تيار جدا عالي وكمية عالية من التيار. فاحتمال إذا كان عندي تيار متناوب هاي السعة بسبب التردد ما تنشحن إلى سعتها الكاملة، بالنتيجة اختبار مالتنا ما حيكون جدا دقيق. فنحتاج أن نستخدم تيار مستمر أو نقدر أو فولتية مستمرة هاي فولتج مستمر على حتى نستطيع أن نشحن هاي السعة إلى مداها الأخير. فأول طريقة من طرق توليد الهاي دايركت فولتج هو باستخدام هاف ويف ريكتيفاير. طبعا هاي الدائرة أخذناها وهي أبسط نوع من أنواع الدائرة. طبعا كل الدوائر اللي راح تمر عليها لازم يكون عندي مصدر فولتية أي سي هاي فولتج أي سي فولتج، يعني اللي المصدر الأساسي قاعد نعتمد عليه هو لازم يكون عندنا مصدر فولتية هاي فولتج AC. فإذا كان عندنا هاي الدائرة عن هاف ويف ريكتيفاير احنا أخذناها بدرس الإلكترونيك، فعندي هاي فولتج ترانسفورمر أخذناها بالمحاضرة الأسبوع الماضي، عندنا ديودات مع هاي الديودات نوعية خاصة يتحمل فولتيات عالية، وعندنا هنا متسع. فهذا طبعا هذا الشكل الاوتبوت، هذا ما اعتقد احنا نحتاج نشرحه لكم. هذا حيكون عندي تنشحن متسعة هنا فترة اللي يصير بها عندي تفريغ باللود، وهذا الشكل حيكون عندي هبت. طبعا هنا الربل فاكتور حيكون عندي عالي، والفولتية حتكون البيك مالتنا محدد بالبيك مال الاي سي هاي فولتج، يعني هنا انا مجرد قاعد نسوي تعديل الى الموج. النوع الثاني من الدوائر اللي اخذناه من الصف الثاني بدرس الالكترونيك هي فول ويف ريكتيفاير، تعديل الموجة الكامل. ونفس الوقت همين حيكون عندنا هاي فولتج ترانسفورمر اي سي، هي حتكون عندنا المصدر الرئيسي للفولتية العالية. مجرد احنا اللي حيتحسن عندنا عن الهاف ويف الربل فاكتور التموج مالتي حيكون عندنا افضل. نجي على نوع ثالث من الدوائر اللي من اعتقد احنا اخذناه للدرس الالكترونيك، هو فولتج ملتيبلر سيركت، دوائر مضاعفة الفولتية. الديس ادفانتج كان موجود بهاي الدوائر السابقة اللي اخذناها قبل قليل، من البيك مالتنا محدد بالبيك مال الترانسفورمر. اذا فرضنا هاي الترانسفورمر تقدر تعطيني بيك 100 كيلو فولت، معناها انا اعلى فولتية دي سي هاي فولتج دي سي احصلها من حتكون عندي هنا مقدارها 100 كيلو فولت. ما اقدر احصل على عينة اللي قاعد اسوي اختبارها فولتية يكون مقدارها اكثر. بالدوائر من نوع مولتيبلر سيركت فولتج مولتيبلر سيركت هذا حيكون عندنا لا نقدر نضاعف الفولتيه. بس لو نضاعف شباب على هاي الدائره اعتقد انتم المفروض ماخذيها بصف ثاني، وهعيد الشرح لها لكم. هي ببساطه متكونه من دايودين ومتسعتين،
هنا يكون العين اللي أنا حاول أسوي عليها الاختبار. بهاي النوع من الدوائر إذا كان عندنا هنا البيك مالتنا مقداره V على طرف الهاي فولتج، حيكون عندي هنا ضعف العينة مالتي، حيكون فرق الجهد عليها مقداره 2V. إذا نريد نفتهم شنو الفكرة مال هاي الدائرة، عندنا أعتقد إنها فد رسم توضيحي، حيحاول من عنده نفتهم الفكرة. طبعا هاي أنا لاحظ شباب عندي محولة هاي فولتج، المفروض هنا طبعا دائرة الكترونية فولتية مو فد مشكلة جد مقدار فولتية، بس احنا نريد نفتهم الفكرة. ها عندنا محولة، لما يكون أنا بال طبعا عنده دايدات اثنين، كان عنده متسعات اثنين، اذا شوف هنا ايش حتصير الفولتية، شلون تتضاعف عندنا الفولتية. اذا فرضنا هنا بيك مقداره بي بي، بيكون عندي طرف الموجة مالتي موجب هنا، هنا يكون عندي سالب، فاتوقع دي 1 حيكون اتجاه الفورورد اتجاه التوصيل، ودي 2 حيكون الريفرس حيكون اوبن سيركت، كأنما هاي الدائرة عندنا مفتوحة. راح يمر عندي التيار خلال المتسعة خلال الدايود يرجع إلى المصدر أو إلى المحولة. فشو أتوقع؟ هاي المحولة أو هذا المتسعة حتشحن إلى فولتية مقدارها في بي. طبعا أنا عندي هنا مصدر تيار متناوب، فأنا أتوقع بعد إذا كان درجة 50 يعني 1/50 من ثانية حيصير عندي الموجة مالتنا باتجاه السالب. بس عندي موجة باتجاه السالب، شو حيصير في هذا الدايود؟ حيصير عندي هذا الدايود اوبن سيركت، دايود 2 حيكون باتجاه الامامي فورورد، هذا عندي باتجاه الريفرس. نقول هنا صار عندي موجة سالبة، يعني هاي قطبية صارت سالبة، هنا قطبية صارت عندي موجبة. فنلاحظ هنا عندي فولتية انشحنت المتسعة إلى قد مقدار فولتية في بي. نلاحظ قطبية المتسعة هي قطبية الموجة، كأنما عندي توالي. فالمتسعة سي 2 شو حتشوف؟ حتشوف هاي فولتية زائدا هاي فولتية، فالمتسعة مالتنا حتنشحن لشكل فولتية 2 في بي. لاحظوا الفولتية على اطراف المتسعة الثانية صاعدنا 2 في في بي، صاعدة فولتية على اطراف المتسعة ضعف فولتية المصدر اللي هي كان مقدارها في في بي. هذا فد شرح بسيط للدائرة مالتنا اللي هي سميناها هاف واي فولتج دبل اوبريشن او دبل فولتج، تضاعفت عندنا الفولتج. طبعا بالواقع هنا اذا نخلي هنا الجهاز اوسيسكوب شو حيشوف لنا؟ شفنا فولتية هنا فولتية ثابتة بي بي، كلام عندي مصدر على خيط خمس، بس هنا عندي موجة، فهنا الحقيقة الاوتبوت هو في بي زائدا في بي ساين كوساين ثيتا، مو 2 في بي. بس اقول في لحظة معينة هاي المتسعة الفرق الجهد على اطرافها حيكون عندنا 2 في بي. هذا فكرة او طريقة عمل الفولتج دبل سيركت. فنحصل العينة، فاذا كان عندي هنا اي عينة تتعرض الى فرق جهد قد مقداره 2 في بي او ضاعفنا الفولتية. بس اذا نحاول احنا نحصل فولتيات اكثر بعد من 2 في بي، لان نوع اخر من الدوائر كوكرافت وورتن سيركت، هذا الشخص قدر ان يحصل نظريا فولتيات هواية اكثر من 2 في. اذا كان عندي الفي مال المصدر هنا فوق 100 كيلو فولت، ما نقدر يحصل 200 300 400 500 كيلو فولت او اكثر. الدائرة مالتنا بصورة عامة شنو تتكون؟ كأنما هذا الدائرة نرجع احنا نكررها، نربط اكثر من دائرة من هالنوعية على التوالي. نلاحظ سي 1 سي 2 ار 1 ار 2 هي كلها موجودة هنا. هنا بس مجرد عكسنا الاتجاه مال الدائرة، هذا سي 1 هاي سي 2، هذا R1 أو R2 نسميها D2 D1. اللي حيصير عندنا شباب شنو؟ في الأول عرفنا هنا الفولتية على أطراف هاي المتسعة حيصير عندنا 2 VP، ضعفت الفولتية. إذا كانت هاي المتسعة هي الأنبوت إلمن إلى يونت ثانية، لاحظوا هنا هاي يونت الثانية
هي متكونة من متسعتين متكونة من دايودين. شو راح يصير عندنا البداية؟ هاي متسعة حتشحن إلى 2 VP، إلى 2 VP. من حيكون عندي هذا هنا أنا open circuit، هسه عندنا short circuit بالجزء السالب أو موجب مال الموجة. هاي المتسعة حتشحن إلى هاي 2 VP زائدين 2 VP، حيصير عندي هنا 4 VP. نبقى الفولتية من كان عندنا هنا نفرض 100 كيلو فولت، هنا حيصير عندي 400 كيلو فولت. هذا الخطوط معناه إذا خلينا بعد استيجات أكثر، يعني إذا إحنا استمرنا، إذا هذا الستيج نفسه كررناه بهذا المكان، المتسعة الموجودة هنا هذا تصير فرق الجهد على أطرافها 6 VP. وهكذا استمرنا إلى N من استيجات، يعني كل ما نزيد عدد الاستيجات الفولتية اللي حتتولد عندي حتكون مقدارها على أطرافها المتسعة حسوي 2 PN. إذا نفترض إحنا مستخدمين 5 استيجات، يعني كررنا هاي الدائرة يكون المتسعين متسعتين دائرات 2، كررناها N من المرات، فالفولتية حتكون على أطراف هاي المتسعة 2 N. فالعينة مالتنا هنا حتتعرض، هذا لفظنا هذا العينة اللي أنا بدي أسوي عليها الاختبار، حتتعرض إلى فرق جهد مقداره 2 N، يعني متوصلة ويا من؟ ويا الجرام. بس مثل ما وضحنا لكم قبل قليل شباب، يعني بين الفولتية على أطراف هاي المتسعة C2 شو سوي؟ VAC هي فولتية المصدر زائد الفولتية الموجودة على C1 اللي هي بيك مال هذا المصدر. فبالواقع هي الفولتية على أطراف C2 مو 2 VPeak، نعم شوية حتكون عندنا مقدارها أقل. فبالنتيجة هنا هم حيكون الفولتية أقل، هنا حيكون عندنا فولتية، حيكون عندنا فولتية أقل. هنا حيصير عندنا ربل، وصير عندنا دلتا فولتج، صير عندنا بالنتيجة صير عندنا في سمول ربل، يعني عندنا هنا فولتية AC، وحيصير عندنا أوتبوت عندنا ما حيكون بالضبط 2 VP. شقد مقدار الأوتبوت أو سمول ربل حيصير عندنا بالأوتبوت النهائي؟ نقدر نحسبها القانون IFCNN مضروب في N زائد 1 على 2. هاي هو تمثيل التيار الأخضر من المصدر، تيار الشحن. F هو التردد، C هو سعة المتسعة. طبعا كل المتسعات هنا لها نفس السعة، جميع المتسعات الموجودة هنا لها نفس السعة. والآن هي عدد الاستيجات، هاي دارة كم مرة كررها؟ مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، وآن number of stage. شو المقدار voltage drop حيصير عندنا الاوتبوت؟ سوي عندنا I قلنا التيار على FC، ثانا N تكعيب على 3 زائد N تربيع على 2 ناقص N على 6، طبعا قوانين تنحفظ اشتقاق مالتها ما مطلوب منها. فالاوتبوت voltage شو حيساوي عندنا؟ 2N V maximum N number of stage V maximum والبيك مال الاوتبوت مال المحولة ناقصا دلتا V output، يعني حسنا هذا قانون ربل فاكتور شو حيساوي عندنا؟ دلتا V لو سيجما V زائدا دلتا V على 2 VN V maximum. V maximum هي فولتية output من جهة المحاولة الـ high voltage. إشقد عندنا optimum number؟ أنا أريد بأقل عدد من الاستيجات أحصل فد أعلى فولتية. إذا أنا عندي الفولتية إشقد أستخدم كم استيج؟ فoptimum number يعني أقل عدد من الاستيجات يساوي عندنا V output maximum FC على التيار كله تحت الجذر. ها قوانين تنحفظ ما مطلوب من عندكم الاشتقاق مالت. فعرفنا شباب احنا قدرنا بهاي الدائرة بفولتية يعني محدد بيها الاوتبوت مال المحولة نظريا نقدر احصل فولتيات DC مضاعفة مقدار كلش عالي.
أعيدكم في ملاحظة مهمة ذكرناها بالمحاضرة الجنريشن الأولى، لأن إحنا نحتاج فولتية عالية بنحتاج كارنت عالي، فبهاي الدوائر مالتنا هنحصل فولتيات عالية بستيار مقدارها قليل جدا قليل جدا. نجي يا شباب على نوع آخر من المحولات اللي هي الكتروستاتيك جنريتر. طبعا هذا المبدأ مال الكتروستاتيك جنريتر، أي سطح تتجمع عليه شحنات هتتولد على هسه فرق جهد عليه، كل ما يكون عدد الشحنات أكبر على هذا السطح أو هذا أي جزء، إذا كان معزول إذا كان موصل أو كان غير أو كان غير موصل، كل ما تحصل عليه شحنات أكثر فرق الجهد حيكون مقداره ويا الجراوند حيكون مقداره أكثر. وهاي الفكرة مالتنا بالإلكتروستاتيك جنريتر، واحدة من الأجهزة والمعدات اللي تستفاد من هاي الفكرة بين تجمع الشحنات على سطح معين، كل ما تجمع شحنات أكثر يساعدنا فرق جهد أكثر، اللي هو جهاز فانديكرافت جنريتر. فانديكرافت جنريتر هو شخص بحدود 1930 هو اللي من صنع أو استخدم هذا النوع من فانديكرافت أو من التوليد. الفكرة مالتنا شو تكون؟ عندنا هنا في الصورة أعتقد حتوضح لنا. الجهاز مالتنا يتكون من كرة، أعتقد لكم هاي كرة ما الجزء الأعلى ما بعد ظهر لكم بالشاشة، يسوى هذا امتداد، هذا كرة كاملة مصنوعة من جزء من مادة معدنية موصل. عندنا هنا فد بولي معين، هنا عندنا فد بولي آخر، عندنا هذا السير، هذا السير مصنوع من مادة عازلة. طبعا عندنا هنا موتور يحاول يدور لنا هذا البولي بحيث هذا السير يصعد إلى الأعلى ويرجع مرة ثانية ينزل إلى الأسفل. هاي الكرة تكون مصنوعة من مادة موصلة، طبعا تكون مرفوعة على الجزء عازل، مرفوعة عن جزء عازل. عندنا مصدر تيار مستمر، طبعا هاي فولتج، كل ما يكون فولتج أعلى حيكون الشغل مال المعدة مالتنا أفضل. هنا يكون عندنا فد أوبر أو عندنا سنون، يمكن عندي هذا طرف موجب وهذا يكون مادة موصلة، عندي هنا سير، شو حصل بالشحن؟ حتنتقل من جسم الموصل إلى السير. إذا هذا السير كان يرتفع إلى 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 الأعلى، شو حنقول وياه؟ حنقول وياه شحنات. طبعا هنا عندي يكون يعني ما أعتقد عندي هنا توصيل، أو شيء برسم شوية يعني قربية أكثر من لازم، هو مجرد رسم توضيحي. فحتى تنتقل الشحنات عن طريق هاي الفرش، بس ما إما أنه جسم موصل أكو بناء السير شحنات متشابهة حتتنافر بيناتها تنتقل وين تروح إلى السطح. المبدأ مالتنا شنو؟ ليش تنتقل هنا على سطح؟ هذا أعتقد أخذناه بالإلكتروستاتيك بالشحنات بالفيزياء، من دائما قلنا الشحنات تحاول تتوزع على السطح الخارجي، تتوزع على السطح الخارجي للجسم الموصل. فبالسطح الداخلي حيكون عدد الشحنات موجه صفر، فبالنتيجة هنا هاي الشحنة من تلقى مكان فرق الجهد مالتها جدا قليلة أو ماكو بيناتهم أي تنافر، وعسير اكو عندي شحنات موجبه تتنافر بيناتها تحاول تنتقل. مجرد ان توصل للسطح الداخلي هسه وين تنتقل؟ الى سطح الخارج. فبالنتيجه الشحنه دائما تنتقل بسهوله الى السطح الداخلي، مجرد ان توصل جسم موصل هسه تنتقل الى سطح الخارج، فتجد الشحنات تتوزع على السطح الخارجي لهاي الكره. كل ما يكون الوقت اكثر لاستخدامها بالتدوير، معناه عدد الشحنات اللي انقلها تكون اكثر، كل ما كان عدد الشحنات الموجودة على السطح أكثر، معنى فرق الجهد بين الكرة المعدنية ويا الجراوند حيكون مقدارة أكثر. فأنا لازم أدي فد قطب معين، ترتيب معين، عم نقدر نوجه هذا فرق الجهد إلى العينة اللي أنا بدي أسوي عليها الاختبار. طبعاً هدفت قصة صور أخرى، هذه الصورة لهذا الجهاز، ك
ممكن طبيعي أكثر. هاي الكرة المعدنية وهاي الفرشة وهذا السير يحاول ينقلون الشحنات. هذا الكولكشن اللي هو يجمع الشحنات وينقلها للسطح الداخلي مال الكرة، وهي أوتوماتيكيا تنتقل لسطح الخارجي. هناك عندنا موتور يحاول يدور لنا هذا السير. هنا عندنا في مصدر فولتية يعطينا الشحنات وينقلها على 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 السطح. هنا عندنا في الصورة في الجهاز بهذا الحجم. هذا الجهاز هذا هنا مرفوع على كرة معدنية مرفوع على جزء اسطواني عازل، وهنا العينة اللي تسوى الاختفاء. نريد انقل الفولتية من هنا لهذا المكان، عندي في هذا التعليم متصل ويا جراوند بحيث عندي فرق جهد بين هاي الكرة وهاي الكرة. كل عينة قد اد اختبر فرق الجهد بين هاي النقطتين احصل فرق جهد كلش عالي. طبعا هذا الجهاز يكون حجمه احتمال يكون حجمه صغير، اخليه على 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 المنضدة، واحتمال يكون حجمه جدا كبير حتى بحال احتاج ابنية متكونة من عدد ارتفاعها عدد من الطوابق نحصل فولتيات جدا عالية. طبعا هيك نوع من الاجهزة نحصل نظريا ملايين الفولتات، فرق الجهد حوالي بالملايين فولت. المحدد ان هنا شح يكون عندنا، شلون اقدر هاي الكرة ارفعها عن الموصلات اللي تحيط بها، احتمال يصير تفريق بين اوصل فد فرق الجهد الهواء بينها وبين سقف الغرفة او القاع الموجود بها متحملها فرق. عندي تفريق تفريغ كهرباء، او اذا كان في سطح مدبب حصل عندنا كورونا وحصل عندنا تفريغ موقعي. او جسم العازل اساسا هو الرافع الكرة من سوء عندي فرق جهد كلش عالي بليك، والنتيجة الفولتية احتمال ما اقدر اوصل نظريا الى فولتية يكون مقدارها اثنين. طبعا يجي فرق جهد حتى بالمفاعلات النووية من يحتاجون الى عملية تعجيل يستخدمون هذا النوع من المولدة. فالفنديكرات اللي هذا المصدر مالتنا اللي يعطينا فولتية احتمال من 10 كيلو فولت ل 100 كيلو فولت. السيارة مالتنا السرعة اللي ينتقل يتحرك بيها من 15-30 متر بالثانية. احتمال مرات انا اخلي سادس بريد كبريت اللي يعزل لنا الكره، او تكون عندي العزل يكون مقداره جدا جيد. بس نريد نعرف ايش قد مقدار الفولتيه اللي يعني نقدر احصلها، يساوي كيو على سي. كيو مقدار الشحنه الموجوده على سطح مال الكره، والسي هي سعه السعه المتولده بين سطح الكره ويا الجراوند. مثل ما وضحنا لكم حدود 6 مليون فولت اقدر احصل هذا. زين شلون اقدر احسب الكيو الشحنه؟ اي سي هو التيار الشحن، شارج كرنش يساوي عندنا بي العرض مال السير فولت الميتا. هذا السير اللي قلنا ينقل لنا هذا السير او انها بصرف اوضح جد يكون افضل. هو مثلا الدي البي العفو ايش قد السرعة اللي يتحرك بيها هذا السير، قد مقدار شارج جنسيتي الكولوم اللي انا اخبار. طبعا شارج جنسيتي يساوي اي سوليت نوت. الاي هو الفولتية ينهار بيها الهواء 30 كيلو فولت على سنتيمتر، والبرميتيفيتي هي مقدارها يكون عندي 3. فاذا قدرت احسب الاي سي واقدر اجد الكيو. طبعا تي هو الزمن اللي انا احتاجه على شحن، يعني كل ما الزمن على السير مالتنا يتحرك اكثر حيكون عندي الشحنة تجمع على الكرة حيكون عندنا اكبر. الادفانتج مال هذا النوع من المولدات اقدر احصل فولتية جدا عالية بطريقة جدا سهلة، ما قال مو فد بها اي ما بها اي 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 تعقيد. بالنتيجة فولتية ما بها اي ربل فاكتور، اكون عايش بالخط مستقيم. الشغلات جدا سهلة وبسيطة اقدر اتحكم بها. كل ما انا اقلل الوقت او السرعة او فولتية اللي اشحن بها السير اقدر اتحكم بفرق فولتية الكرة مالت. disadvantage low current output لانها ما تحصل تيار كلش عالي. قاعد انا متحدد بسرعة السير، لان اذا صار عندي بي فابريشن اهتزاز يعني خليت نسير
يصير بسرعة كلش عالية وتحرك بسرعة كلش عالية يساعدنا اهتزاز، وهذا حيسوي لنا فد مشكلة اهتزاز بالجراديان أو الكتريك فيلد. طبعا هنا عندنا فد رسم آخر، طبعا هنا نوضح لكم هذا المولدات مرات تستخدم هذا النوع من الجنريتر بالمحطات أو الاختبارات النووية. هذا فد رسم مبسط من الدائرة مالتنا، وهنا الأجزاء اللي احنا وضحتها لكم قبل قليل. شو أتمنى أن استفاديتوا من هاي المحاضرة. إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ محاضرة على الإمبلس فولتج. تمنياتي لكم بالموفقية وإلى اللقاء.